اتجهت قافلة النورس الخيرية الثامنة ضمن جولتها في المرحلة الثانية إلى محافظة الوسطى، وتحديداً إلى ولاية هيمة، حيث حطت رحالها بدائرة التنمية الاجتماعية هناك. وكان في استقبالها مدير الدائرة، حيث تم تقديم الدعم المخصص لولاية هيمة والدقم والجازر للدائرة، والذي تضمن عدد من الأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية وعدد من الأدوات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. ومضت قافلة النورس الخيرية الثامنة في طريقها لتستقبلها محافظة ظفار بجوها الخريفي البهيج، لتختتم جولتها في هذا العام بزيارة جمعية المرأة بولاية الخيول بمحافظة ظفار. وكان في استقبالها رئيسة الجمعية التي أشادت بالمبادرة الخيرية التي تقدمها النورس، مشيرة إلى أن الدعم يعزز من دور الجمعية في مشاركتها وفعاليتها في المجتمع من خلال ما تقدمه من أنشطة وبرامج ثقافية واجتماعية. بعد ذلك تسلمت رئيسة الجمعية دعم النورس الذي قدمه أعضاء القافلة، والذي اشتمل على أجهزة إلكترونية وعددا من الأجهزة المنزلية. وغدا سوف تغادر قافلة النورس الخيرية الثامنة محافظة ظفار ليستقبلها أفراد عائلة النورس بحفل ختامي في مجمع النورس، حيث موعد مع الفرح هناك.